بعد كيف يا زين وانت الهوى والقلب ما رباه واه عاد لي كم سنتين اهواه عاد لي كم سنتين وامشي على دربه ولا اخطاه وامشي على دربه ولا اخطاه واليوم شوفه وين يا وين وين اهتراني ضايع بلاه وين اهتراني ضايع بلاه واليوم شوفه وين يا وين وين اهتراني ضايع بلاه الغركم قول المواشين هل غركم قول المواشين قول بيفسد ما بنيناه قول بيفسد مرت الطيبين الاشراف يلي سكنوا ما بين الحدود مرت الطيبين الاشراف يلي سكنوا ما بين الحدود مرت الطيبين الاشراف يلي سكنوا ما بين الحدود. أعزائي المشاهدين، لازلنا نتواصل معكم ومع الإخوة الشعراء وفقرات البرنامج. تعالوا الآن لنستمع إلى قصائد الإخوة الشعراء الذين حضروا معنا من خلال هذه الحلقة لهذا اليوم. جماعة، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، حياكم الله يا مرحبتين. الشاعر محمد بن سالم الحوسني والشاعر ناصر وأيضا سلطان وعبد الله وزايد، حياكم الله معنا في هذا اللقاء وهذه الحلقة لهذا اليوم. الشاعر محمد بن سالم، زين تعطونا علومكم الطيبة، جيتونا مختلف ولايات السلطة. عندك ماشي أخبار؟ ما سمعتوا عن شيء؟ حياكم الله. منصوبكم. والله كذلك ماشي علوم، العلوم الخير طال عمرك. العلوم الخير. وعلومنا الثانية كما تعلمون بأن متابع البرنامج ودهم يستمع منكم الشيء الجيد من القصيد من خلال هذه الحلقة لهذا اليوم. فما أدري الشاعر محمد بن سالم أبو علي في مستهل هذا اللقاء وهذه الجلسة. موجود يا محمد. إيش بتقدم؟ قصيدة والله. قصيدة لها مناسبة معينة ولا شاعري أحد الشعراء. شاعر مين؟ خليفة بن محمد الكعبي. ونعم والله ونعم. أيوة. عندك الرد والشكوى ولا لا الشكوى بس الشكوى. الشكوى. نستمع القصيدة فيما بعد إن شاء الله رد عليه. إن شاء الله. تفضل أبو علي، تفضل أخي تفضل. أطالت المدة علي واشتويت وسرت عيني ولا ذقت المنام. ليت تدري يا ولي في وش بقيت من بعد الانوار بقيت ظلام لا مقات ولا بشربي اهتنيت والهجر ما زين يا ولفي حرام والجسم والروح من حالي سويت ناحل جسمي وباقي بالعظام الجسم والروح من حالي سويت ناحل جسمي وباقي بالعظام يعلم الله عن ذكركم ما سهيت أشتقي يا زين حسرات وملام يعلم الله عن ذكركم ما سهيت أشتقي يا زين حسرات وملام ولي ذكرت أيام حنيت وبكيت كالرضيع اللي شكي حالة فطام لي ذكرت أيام حنيت وبكيت ليك الرضيع اللي شكي حالة فطام يا حبيب العمر مثلك ما رأيت في العذارة وفي المزاين التمام يا حبيب العمر مثلك ما رأيت في العذارة وفي المزاين التمام كنك بجنه مخلوق وربيت يا طبيب القلب يا مبر السقام وكم مناس الحب غامرت وشريت ولا خسار الحب في الناس الأكرام بو محمد يشهم صوبك عنيت وليش راتي يا خليفة ما يلام ما يلام أبو محمد يشهم صوبك عنيت وليش راتي يا خليفة ما يلام يا صديق العمر في الحب ابتليت سيبني يا نسل أي واد إكرام إكرام يا صديق العمر في الحب ابتليت سيبني يا نسل أي واد احشام سيبني ويا ليت تدري ما دريت حل بي ما حل أبو زيد الإمام
ثيب ويا ليت تدري ما دريت حل بي محل ابو زيد الهمام، كنت انا مرتاح اول ما دريت، ما دريت الدهر يرجع لي خصام. يريد يرموني ولكني رميت قبل ما يرمي عدوي بالسهام. ما الوم الناس عروحي قنيت، كيف الوم الناس وانا في انسجام. كنت انا في بحر الهوى شرعي رفيت، ليت دهري تم يا ابو محمد ودام. حالف بالله وفي عهدي وفيت، ما نسيت العهد لو 200 عام. والختم صلوا عدد قلت وبديت، عد خلق الله من صلي وصام. تسلم تسلم، بارك الله فيك شاعر محمد بن سالم ابو علي الحوسني على هذه القصيده، ونامل ان شاء الله الشاعر الكعبي يستمع الى هذه القصيده، ويكون ان شاء الله في لقاءات قادمه في حلقات قادمه تجيب لنا الرد ونستمع الرد ان شاء الله. بارك الله فيك الشاعر، بارك الله فيك. أعزائي بعد الشاعر محمد بن سالم أبو علي وهذه القصيدة والترانيم الجميلة، أيضا عندنا شاعر آخر، شاعر سلطان بن حميد الحارثي. الله حارثي حياك الله، سمعت القصيدة المعبرة من الشاعر محمد بن سالم، والآن نشوف سلطان إيش عنده أيضا للأخوة الشعراء ومتابع البرنامج من خلال هذا اللقاء وهذه الحلقة لهذا اليوم. شاعر أبو علي أستاذنا الكبير، الله بارك الله فيك. بارك الله فيك شاعر، في عندي مشاركة بسيطة. مشاركة قصيدة عاطفية ولا لها مناسبة؟ لا ما يستوي، ولا تعبير عن الذات يعني؟ هو كل شيء يأثر على الشاعر لازم يظهر له. حياك الله، نستمع طال عمرك، تفضل تفضل. يقول: انبعتني صدق والله برخصة لثماني، أبشرك ما نقص مني ولا حاجة، السلطان جيتك وبقفي عنك سلطاني، يعرف كيف أصد وأعرف كيف أنا واجه، وإن كان خاطرك عني قال ندماني على فراقك، ونفسي ليك محتاجة، هيجاملك خاطرك كذاب غلطاني، ماني بندمان ودربك سهل مخراجي، الله خلقني عزيزة ومرتفع شاني في صافي الوقت ولا بثورة إعجاجها. الله خلقني عزيزة ومرتفع شاني في صافي الوقت ولا بثورة إعجاجها، مسرور لو كان جيبي عاد عرياني، مهما زماني بوجهي يعقد إحجاجه، كلا وله مستوى ونظرها وذرعاني، وكلا خبير بحياته وسلكه منهاجة، اسمع لك الله حقيقة منطقة لساني، بظلام فرقاق قلبي مولع إسراجه، الغبن عندي وثورة نار حرماني، والهم والحزن وشرب المقدرة ماجة، فرق النشامة أهل الطولة وليماني، يلي يعدوا الخطر من عالية سياجه، يا بنت عزي بنكش تريش جنحاني، حرا عن الذل بعيد ودرب مزلاجه. حياك الله، حياك الله يا سلطان، وبارك الله فيك على هذه القصيدة. شكرا لك، شكرا. أعزائي المشاهدين، لازلنا نتواصل معكم ومع الإخوة الشعراء، وعندنا الآن الشاعر ناصر بن عبد الله ريسي. ريسي حياك يا محمد، حياك الكريم، الله يحييك، بارك الله فيك وإياك. إيش عندك للشعراء متابع البرنامج؟ والله مشاركة، تفضل شاعر، قصيدة تعبر عن ذاتك. حياك الله أبو محمد، تفضل. يقول: الناس ناس وفيهم ألوان وأجناس، الناس ناس وفيهم ألوان وأجناس، وكل على شكله ولونه، يحامي يا رب يا خالق ويمعلي الناس، ويا من بديك الدير كل الأحكامي، ما كل فارس من ركب صار قساس، ولا كل غزال صار سيد الأريامي، الدنيا ليها بحول ترقى في الأطعاس، أهل المكارم والرجال النشامي، نشامي. الدنيا ليها بحول ترقى في الأطعاس، أهل المكارم والرجال النشامي، ليه من نصيت الفذ يلفيك نوماس، وترتاح ما بين النفوس الأحشامي، كم عاندتني دنيتي وقلت لا بأس، أحيدني مخاوي رجال السلامي، سلامي. كم عاندتني دنيتي وقلت لا بأس، أحيدني مخاوي رجال السلامي، وراعي الكرم تلقاه في القوم نبراس، وفي سيرته يبلغ جميع المرامي، يا ما سهرت الليل والقلب حساس، وعيني تقاليها هبوب السهامي، والحمد لله راحت أيام الأنحاس، وعقب المحل هلت مزون الغمامي. الناس ناس وفيهم ألوان وأجناس، وكل على شكله ولونه يحامي. يحامي. معذرة من في هذه القصيدة إني غلطت كثير يعني. لا لا، بارك الله فيك يا أبو محمد، وشكرا لك على هذه القصيدة وحياك الله. أعزائي المشاهدين، تعالوا الآن لنبقى في الفقرة التالية، ومن ثم نعود لنكمل معكم ما تبقى من هذه الحلقة لهذا اليوم. يا
نلتقي بالشاعرين جميل بن سيف الرشيدي وكذلك خليفة بن سعيد المخمري. الشاعر جميل بن سيف الرشيدي، زين نتعرف في بداية هذا اللقاء على فن هنبل البوش. والله يا محمد، فن هنبل البوش لما يبتدي المركاض أما يبتدي المركاض يودوا هالبوش على بوشهم ويشدوا فوقهم ويركبوا ويداوروا في ميدان المركاض ويدوا الهنبل نفرين مقابل نفرين أو نفر مقابل نفر بهذه النواحي لين ما يستقيم الركب عند وقوفهم عند بداية المركاض، ينزلوا من فوق البوش ويبتدوا يركضوا. شعر جميل بن سيف، لو نسألك عن قصيدة هنبل البوش، متى تؤدى؟ في مناسبات مثل عراس أو مثل ختان نظافة حد من الأولاد أو شيء من هذا النوع، وفي مناسبات أخرى. الشاعر جميل بن سيف، زين نستمع شيء من فن هنبل البوش لمتابع البرنامج واللي بيتابعنا من خلال هذا اللقاء. يا مرحبا بشوف الذلايل صمت الوفر صنع الرسولي نطفي بنسم القبائل لن يخط البرق مرسولي. هذا الهنبل. طيب، لأهل البادية شلات كثيرة، ومن هذه الشلات الون الطارق التغرود وهنبل البوش. أيضا هناك شلات أخرى، زين نستمع قصيدة من الشاعر جميل بن سيف الرشيدي وكذلك زميلك أيضا شاعر خليفة بن سعيد المخمري. في الصحراية الأنس والراية والسعداء وشروة البايا اللي في الصحراء يا الأنس والرايح والسعداء يا وشروة البايا اللي كل من لا يهد نفس الطمايا حبي العيل يسرع والعصايا لكل ملايا نفس طمايا حبا العقل يسرع والعصايا ليتس لي البر يقتايا حمين قبيعايا يا البر يقدا يا حمان جميعا يا انواع الاشكا يا ليا الناس ما يا اذا نبر يا حمان خزما يا نرقص وها يا ليا سما يا عبان نبر يا حمان خزما يا نار قسوها يا ليال بدوها يا البر مرتا يا حمان عمبا يا الطيب الغايا ليال بدوها يا حمان عمينا يا طيب الغايا ليلة تشوفها
الناس رايح من حي الوقت القبايا الليلة تشوف يا البر مسرايا حفيها من حي الوقت القبايا الليلة منظر يا يظهر على السايح مثل منظر نور الأهلا يا منظر يا يظهر على السايح مثل منظر نور الأهلا يا البر والبر الطبيعة تشرح البايا للبر والبايا عدوان الهطايا والطبيعة تشرح البايا لي. شكرا لشاعرين الشاعر جميل وخليفة على هذه الشلة الجميلة وبارك الله فيكم. الشاعر جميل زين تعرفنا على سلالات النوق العمانية أو الهجنة العمانية، تعرف هناك سلالات عديدة وزين نتعرفها مع متابعي البرنامج. والله يا محمد سلالات الهجن كثيرة، في منهن من السمحات، وهن السمحات بوش مشهورات ومعروف عنهن سمحات ولهن تاريخ أيضا في كتب، وفيهم صيحات وفي الخواوير وفي بنات بويضة وفيه فرحات وفيه من بنات شكلة وفيه من بنات الصيفر وفيه يعني كثير أوصاف ما تنحسب. أقول لك متى الشاعر البدوي يبدأ مدح ناقته وذكر فضائلها؟ والله في مناسبات كثيرة، في مراكز العرضة إذا نتج منها مثلا منتوج في السباق الطويل اللي هو في الدورات مثلا، أو في مركاض العرضة إذا حصل الناموس وفازت ناقته طبعا أنه يبدأ الشعر فيها. قبل لا ننهي هذا اللقاء زين نستمع من الشاعر جميل بن سيف الرشيدي وكذلك خليفة المخمري الشلة لمتابعي البرنامج من خلال هذا اللقاء وبرنامج الصوت القوافي. يا مل رايا وحتى مطراشي في فضا داير خلويه، يا مل رايا وحتى مطراشي في فضا داير خلويه، يا مل رايا وحتى مطراشي في فضا داير خلويه، يا مل رايا وحتى مطراشي في فضا داير خلويه، شفت لي تايا وظهر ناشي لي فرايا الفكر في غي، شفت لي تايا وظهر ناشي لي فرايا الفكر في غي، شفت لي تايا وظهر ناشي لي فرايا الفكر في غي، شفت لي تايا وظهر ناشي لي فرايا الفكر في غي، حن له قايا البشر الحاشي لزيلايا الهم مولي، حن له قايا البشر الحاشي لحرية الهم مولي، حن لغايا البشر الحاشي لزيلايا الهم مولي، حن لغايا البشر الحاشي لزيلايا الهم مولي، في قفر يا زابه الماشي
بر وتعيبك مثلي في قهر يا زابه الماشي بر وتعيبك مثلي في قهر يا زابه الماشي بر وتعيبك مثلي في قهر يا زابه الماشي بر وتعيبك مثلي روضة ويا العشب مغاشي لنظرها ويدني في روضة ويا العشب مغاشي لنظرها ويدني في روضة ويا العشب مغاشي لنظرها ويدني في روضة ويا العشب مغاشي لنظرها ويذني بي شفته مايا توقف بلاشي ينزع قلايا وبالهوى ويشفته مايا توقف بلاشي ينزع قلايا وبالهوى ويشفته مايا توقف بلاشي ينزع قلايا وبالهوى ويشفته مايا توقف بلاشي ينزع قلايا وبالهوى ويه ارتبشتايا وفكري انداش وطحت في قايا وبضت يدي ارتبشتايا وفكري انداش وطحت في قايا وبضت يدي ارتبشتايا وفكري انداش وطحت في قايا وبضت يدي ارتبشتايا وفكري انداش وطحت في قايا بيضت يدي اهل النواضايا عيني فراشي والقلب ويا الروح والنية للنواضايا عيني فراشي والقلب ويا الروح والنية للنواضايا عيني فراشي والقلب ويا الروح والنية. وسلامتكم. شكرا للشاعرين جميل بن سيف الرشيدي وكذلك خليفة بن سعيد المخمري على هذه الشلة وهذا اللقاء الطيب اللي تعرفنا فيه على همبل البوش وبعض فنون أهل البادية. شكرا جماعة. حياك يا محمد. أحسن. شكرا. أعزائي المشاهدين، لازلنا نتواصل معكم ومع الإخوة الشعراء وفقرات البرنامج، وعندنا الآن الشاعر عبد الله بن عامر الشيذاني. حياك الله يا عبد الله، بارك الله فيك. سمعت القصائد وفقرات البرنامج والآن الدور معك، ولأول مرة تحضر معنا في هذا المجلس وحلقات البرنامج، ونتمنى إن شاء الله بأن تجيب الشيء الجيد أيضا من القصيدة المعبر. إن شاء الله أتمنى أنها
قصيدة تنال إعجاب المشاهدين. ما تقول لزين طالع منك، تفضل. الشعراء صراحة ما قصروا. بارك الله فيك يا عبد الله، تفضل أخي تفضل. قصيدتي عنوانها طال عمرك الصبر مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج، حكمة هذه تفضل. نعم. أقول عودت نفسي على الصبر والصبر مفتاح الفرج. فرج. والحب معلي يفهمه في منهجه ما يجهله. أشهدنا. وأنا لطيبة خاطرك يا من سلب عقلي وعرج. من فوق هامات المحال بشوق عيني تخايله. ما يهمني طول الدهر وحبك يلي ضو سرج. نور طريقي واهتديت وزاح الظلام بكامله. في وسط قلبي حبكم شيد يلح حصنه وبرج وبعسكره قام وطرد كل مرة فضل معامله. يا سلام يا سلام شعر. في وسط قلبي حبكم شيد يلح حصنه وبرج وبعسكره قام وطرد كل مرة فضل معامله. بين الجموع فندك بنطقة لسانك لو هرج أتخيله في مسمعي ولا ظني صوتي ماثله. الله أكبر. بين الجموع فندك بنطقة لسانك لو هرج أتخيله في مسمعي ولا ظني صوتي ماثله. واللي يباقول الصواب بقول ما راح انحرج. حزت الحسن ويا الدلال ونظرة عيونك قاتله. الله أكبر. والناس الربع الناس ما كلهم سوا، حد فوق وحد تحت اندرج. أشهدنا. وانت احتعليت الهرم بالطيب يلي فاعله. يا سلام. ويلن حضرت في مجلسي القول لي مني خرج بلا شعور اقول به من هيبة اللي اقابله. الله اكبر. ويلن حضرت في مجلسي القول لي مني خرج بلا شعور اقول به من هيبة اللي اقابله. اطلب الهي يحفظك من شر ابليس العرج وتعيش في راح وهنا والحسود عنك زايله. امين شاء. وانا على وعد استمر الين ما ياتي الفرج لو انتظر طول الدهر او حتى عمري بكامله. يا سلام. تسلم تسلم عبد الله بن عامر على هذه القصيده واللي عباره في بدايه اول مره تقريبا جيت معنا بهذا العطاء المتميز وهذا الابداع الجيد. ونتمنى ان شاء الله في حلقات قادمه منكم نتواصل معك. احسنت يا عبد الله. احسنت. زايد بن سالم القرني حياك الله يا مرحبا. ايش عندك؟ والله اني متوهوه اشوفك كانك شوي سارح بعيد وكذا. نطلب الصوت فيك اليوم. ردنا ابو علي وردنا مره سلطان. عموما خلينا نستمع زايد بن سالم القريني ايش بيقدم للشعراء ومتابع البرنامج من خلال هذا اللقاء وهذه الحلقه لهذا اليوم. والله ابو نصر قصيت عبد تفضل بارك الله فيك تفضل. شلنا نباح ابو نصر ترى على لا لا ما بيقصر زايد تفضل. والله زيد طلب طلب يا سلطان. وأذهب على رمضان ونيل وخبر له من هوب في مكانه وحدة حوني والغضيفة دار الشام بهمن يجيب اخبار بالعوني عن ظعنهم وين راحوا قلت وين لضوان الليل بشجون زاد هم وصعوبة كان بحال تذيبوني قبل أقلي حين مكتوبة مكتوبة الشعر وانا واكم لو يعذلوني مولى عين حبكم توبة قلت كفى العذل خلوني عذلكم يا الرذل يتعوبة اطلب الخالق لي الحب ودروب وهنا راح
تسلم تسلم زايد بن سالم القريني على هذه القصيدة وهذا الشلة الطيبة، وبارك الله فيك يا زايد، بارك الله فيك صراحة. بعد زايد أنا عندي كي أبيات بشارك بها الأخوة الأشعراء، وأتمنى إن شاء الله بأن تنال على رضاكم ورضا متابعي البرنامج. أقول في هذه القصيدة: هيا ابتسم يا صاحبي بالسعادة، دنيا فلا تسوى هموم ونكادة، خل الفرح في مسرح الود عالي، وامرح بقلب طيب في وداده. عيد اللقاء يا زين بينك وبيني، خل الحياة وجوها في سعادة، ما دامت عروق المحبة لزيمة، وتوى الصبايان عبفوعة ورادة. قوم انت عاتب مغرم مع غريمة، ونجدد عهود المحبة زيادة، ما دامت الدنيا أبصدق وأماني، وليل الأحبة ما تعتم سوادة. حلوة ترى الدنيا، حلوة ترى الأيام فعل وتفاني، بخلاص ود مع عزيمة وإرادة، وأنا بودادي يلوفي دوم وافي، لأهل الوفا دايم مطيع السيادة. أمشي بود صادق واعترافي، وعن غيركم غلقت باب السيادة. أمشي بود صادق واعترافي، وعن غيركم غلقت باب السيادة. انت شفاء بلسم جروحي يا روحي، غنوة حياتي والأمل وارتيادة. انت وتر حساس للروح توفي، انت وتر حساس للروح توحي، الهام شعري وللقوافي انشادة. بالروف بي يا المود العنودي، خل التقافي يا مود وعنادة، قسر التواصل مد لي يا ويودي، وطيب اللقاء خليه يا خضم رادة. هيا ابتسم يا صاحبي بالسعادة، دنيا فلا تسوى هموم ونكادة، خل الفرح في مسرح الود عالي، وامرح بقلب طيب في ودادة. وردوا المعذرة من الأشعراء ومتابعي البرنامج في هذه القصيدة. بارك الله فيك يا أبو علي، ما عليك زود طال عمرك. شكرا عموما للشعراء الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة لهذا اليوم، شكرا جماعة، ونتمنى إن شاء الله بأن نتواصل معكم في لقاءات قادمة. شكرا، بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، لازلنا نتواصل معكم ومع فقرات البرنامج، تابعونا حتى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم. أعزائي المشاهدين، لازلنا نتواصل معكم مع القصيدة الشعبية ولقاءات برنامج صوت القوافي. الآن تعالوا إلى الشاعر خالد بن علي العلوي لنلتقي معه من خلال هذا اللقاء. الشاعر خالد، مساك الله بالخير، وأهلا ومرحبا بك معنا في برنامج صوت القوافي. مساكم الله بالنور يا محمد، وشاكرين لكم جهودكم وتكبدكم عناء الوصول إلى هنا، ومقدرين ومثمنين هذه اللفتة الطيبة، وأتمنى إن شاء الله أن نقدم ما يرضيكم ويرضي الجمهور ومتابعين للساحة الشعرية. بارك الله فيك. الشاعر خالد، في بداية اللقاء تعرف بأن القصيدة مثلها مثل أي شيء آخر، تمر بمراحل وتتطور، ولو نتحدث أيضا عن تطور القصيدة الشعبية أو النبطية. نعم طبعا، مثل ما قلت القصيدة تمر بعدة مراحل. الحمد لله رب العالمين، نحن ننظر إلى الساحة الشعرية الشعبية في عمان أنها وصلت إلى مرحلة النضج تقريبا، مرحلة راقية، وذلك من خلال الدعم الذي تجده هذه الساحة من الإعلام، من المسؤولين، من المؤسسات الثقافية الأخرى، من المؤسسات الأهلية أيضا، من تواصل الشعراء بينفسهم مع بعضهم البعض، مع دور النشر، مع الصحف، مع المجلات الأخرى. فالحمد لله التطور والمرحلة الذي وصل إليها الشعر في عمان والساحة الشعرية مرحلة مطمئنة، واختلاف المدارس والأفكار والجهات والاتجاهات الشعرية هذا يبشر بالخير أيضا. تعرف خالد بأن مسقط عاصمة للثقافة العربية لعام 2006، بهذه المناسبة ما أدري استعداد الشاعر خالد سواء لحضور أمسيات أو مشاركات فاعلة أخرى على مستوى الساحة الشعرية،
وهل النية أيضا لإصدار باكورة عمل خلال هذا العام؟ في البداية نهني أنفسنا على اختيار مسقط عاصمة للثقافة العربية، وهي تظاهرة ثقافية رائعة نظرا لما تحفل به مسقط من مؤسسات ثقافية ومن شعراء في عمان بشكل عام وأدباء في مختلف الاتجاهات والأصعدة. بالنسبة للمشاركات الشخصية، هنالك مشاركات في بعض الأمسيات التي تلقينا الدعوة إليها سواء للحضور والمشاركة أو كجمهور متلقي للأمسيات التي تنظمها مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية. أما بخصوص عمل أدبي فإن شاء الله في عمل أدبي في بنية لإصدار ديوان على الصيف إن شاء الله. كذلك هنالك النية لإقامة أمسية في هذه المنطقة على الشهر القادم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة على أمل لقاء بكم إن شاء الله في لقاء قادم. حتى ذلك الحين لكم منا أجمل وأطيب التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معقول تبعد كيف يا زين وانت الهوى والقلب مرباه وعاد لي كم سنتين أهواه عاد لي كم سنتين وامشي على دربه ولا أخطاه وامشي على دربه ولا أخطاه واليوم شوفه وين يا وين وين اهتراني ضايع بلاه وين اهتراني ضايع بلاه واليوم شوفه وين يا وين وين اهتراني ضايع بلاه الغركم قول المواشين هل غركم قول المواشين قول انبي افسد ما